نادين وأنت ما اسمك؟ اسمي منى. اسمي روبا. يا نادين، أية لغة تتكلمين؟ أنا أتكلم الصينية والروسية والعربية. أنا أحب اللغات. أنا أحب كرة السلة. وأنا أيضا أحبها. أنا إيدان. أنتما لطيفتان جدا. شكرا. أنت إيدان. فرصة سعيدة. مع السلامة. فرصة سعيدة. مهرجان سعيد. مهرجان سعيد. اسمي صديق، ما اسمك؟ أنا علي، أخو نادين. من أين أنت؟ أنا من الجزائر. من أين أنت؟ أيضاً من هناك. أحب لعب كرة القدم. أنا كذلك. صحيح. هل تلعب في فرقة؟ لا، ألعب مع الأصدقاء قريباً من بيتي. هل من الممكن أن ألعب معكم؟ طبعاً، فلنلعب غداً. طيب، مع السلامة. مع السلامة. أهلاً يا سارة. أهلاً بك يا محمد. كيف الحال؟ أنا بخير الحمد لله. أنت؟ أنا بخير الحمد لله. كيف حال صديقك علي؟ علي بخير الحمد لله. شكراً للسؤال. أليس الأكل هنا لذيذاً؟ نعم، الأكل ممتاز. هل تحب كرة السلة؟ لا، أنا لا أحب كرة السلة. أنا أحب السباحة. أنا لا أحب كرة السلة ولا السباحة. أهلاً، أنا اسمي يارا. وأنت؟ أنا فريد وهو يوسف. هل تحب كرة السلة؟ أنا أحبها. وأنت يا فريد؟ نعم. أنا أتكلم الإنجليزية والفرنسية والعربية. أنا أيضاً، ولكني لا أتكلم الإنجليزية وأتكلم الألمانية. أنا أتكلم الإيطالية الفرنسية والعربية. هل تريدان لعب كرة السلة غداً؟ نعم، أنا جعان. سأحضر بعد الطعام. هل تريدان شيئاً من المائدة؟ نعم، شكراً.